السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب وين السلامة؟ إن ما تحاربا إن كهدلو إن لما يستروا فيديو كي هراء أو أها إن كهدلاي إن شخصية ما كاس أنا عن أهاي أما شخصية دلاله شخصية قانعة أما شخصية أفصومال لغرو قنوعة أما قانع سن قانعة أما قنوعة في عربي لغروها أفصومال لغروها شخصية قنع سن أو badana la dhibaateeyo oo iyada dhibka lagu haayo oo iyada ku saaran yahay oo iyada leena qaldan in haday noloshaad ku sii socoto in waxa ku dambeynaya dhib yar faad iyo wax la dhaho maxaa la dhahaa in waxaan noqonaysaa dadka agtooda inaad ka qaldanaadid dadka ma ka hadlaayo dadka dheer dheer oo waxba aan ku ahayn waxaan ka hadlaayo dadka markaas aan la nooshahay dadka kula nool إهل كذا سيدا مثلا هو يضع هو كلاته مركا إلما بدن تهين مثلا إلا لح كبدود إلا سديد كبدود ويلا الأيد كجيران هو يضع إكل سار كرين وين أقدر أنتهي قفك مركز بارغ وإيه أما أجر عسن حتى سيدا ودن كان أنا عن جوجن هو كلاته السعودية دادك بدنا موستلم حيك شقيان وحل له قدامه قبلي هي أيقو يرير لحي تومن جري إيش إني تومن جري سيدي تومن جري قدامي كسو شقيني يعني هبرتي ملاها وحيدة شيء ما شاء الله إلهي هبركي أنا جو حياة وبدن وسكت لنا لينا إلهي هنو أولاد باريا لهنو قد يجي ويا جنو حقير قبل الله هنو قدي ب عبيه وسكر رفات سين هاي رفات كاس أوكي مت لبك ودن كين أنا جهزتو إيه كعجة ودن كين رجعنا وحي وحي وحلا عن دقي ورفات كاس ومالي كيالو أو oo annaga aad aan ugu soo rafaadnay wadan la'aantan hayso dowlad la'aantan hayso ay meesha say ka timid maanta wax naga wada dhiga annaga dhan dad oo qaxooti ah laajiin ah maxaa la dhahaa jaaliyada ku xiran ama dhibkii qurbaha kugu qabsanaya jaaliyada u raadso safaarada u raadso qunsuliyada u raadso waxba lagaga qabanin marka maanta waxaan rabaa inaan dhamaystiro shakhsiyadii ahayd shakhsiyad qaanica ama shakhsiyad qanuuca ama shakhsiyad qanacsan ومر والبقية ده لما تيجي يده اللي لقى أديكتو شخصيات أصبح كلها جبرية هي هنقولين هو يده صوماليات عن أنت ربنا واحد بدن على شرح ما أنت حزن إيه جبدس إلا صو هذا شو عربية ده إيه جلس إيه وحياة وبدن إيه كعيسى أدو أسير ماستر وفيديو إن شاء الله فيديو غير كل ماستر عيا إيه وحي كلام مركز إيه كسيء ده ماستر مكرو صومالي ده بقول كم السجاشني إيه سيديت سجاشن يقو يران سجاشن يلح نوع سنة هناك وما داك أدي جنا وما داك دبعتينا وما داك مش بوصلنا هاي مركا مالين تام مية ده دين نوحة واقف حنات هاي أما هو يديها أهات أم ولاك يا أهو حتى أنت وحكو هاي لبقو فوت لبقى بدوت ومن والإيت المامي من جروب كوح برشاد يكون جرتي إلا هذا كومي يكون جرتا هذا حملين عيا saddex sano ee barkoomay ku jirtaa waxaas oo dhanaya sabab u ah hooyadeed dhuxootaa ay gelisay yani way cariirisay shaqay soo shaqeynay dadka waxay qaataan mobayl dhalinyarada waxay rabaan badanaa waxa la dhaho mobayl iPhone waxa la dhaho mobaylo mar walba Saudiga isbuuceen u soo baxaa mobaylada يعني قفل بو شقيستا يعني إن قبلي لقن عيو سيدي ودن كاس لوغو نوليا أما أمد إيو نوليا نيني سيدا سونو لا تيربتا دور كتو دواد إسك سطورتي قبلاس إلاي هادا كومي كجرتا يعني هو يداس محاي نعفيه شي مركي قبلي دقتي يكبالي سقا كو قلن إيه شقا كو ديدا تان إيه سو شقين إيه العاك تيسين إيه سو إنه إيه ديشي دور بدي ميد كالو أو عاني شاكا أنكو مقلي حتى كومادو يكبحتي قاريا الوضا يدني آبه دا سوقت إسكالي والله ودن كان هديك قبل الدعوته أم أولك الدعوته هو إذا سي أباس مال أركاي أبدا مال أركاي لكن دتك الصومالية البنانك كجوج السعودي ك أما يوتيوب برد إيه أوسك صو هذا هلاي ودن كان عنو كان حقوق ليه عبرت حقوق ليه أرضي حقوق ليه لكن أديها حتى أنت لا ضح أنت فليت هاي فلي حقوق ضاد ده ما له دليل صنايع إن شخصية قانعة عاد سكو هانين oo hooyada aad arkayso inay ku daran tahay nafsadaada aadan naar u shaqeynin yani afar sano marka kuuma ku jirtid oo birin dhimatid yani maxaa istafiiday waxba ma istafiidin yani dhalinyaranimadan way keenaysaa
يعني طيارة هليكوبتر أيريس لأنه برعي ذا الوطن كي مركا عيدو ذي لي إدان مركا الصومالية هي يعني هو ينكو حليه هي اتقوا الله حق بناتكم اتقوا الله حق أولادكم وهي وحركي سويل كي ذي بارو العكو صودر أيو يعني كان كصودر 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 يا ريت إيه دول أقبل هاد يا ريت إيه وحسين هاد يا ريت إيه أسوأ حقوق قبل هاد يدي كل جيدا كم مشغول إيه سلعت تاس إلهي والدين تغرقت قلوب توضا حريص الله إنه قليو قربهم والسك جوا قبل صار كوضنا ما تبقي ذا ناس كده حفرنا قريها ناس كده حفرنا لكن حالك الله أعلم الحمد لله والعنوة والعبوية حنونا إسكجرو ظروفها إسكجرتو ودن كان أركيسين أنا قال عليك جوجنا أفر بقول الرجال كجوا يعني بشي يعني تذكر سومالي حوه يستن سعودي قف كجوجين وعبسنا واحد اللي كرتا حرات هاي سومالي يعني الوجه اللي كرين سعودي كحر نما الوجه لا قفكو قفكو أذيني يسمى لهن يعني هذا أدي فلي تهاي وأنت لا هذا هاي نكو كجومي سنايا الجنبي جي هذا أدي أنت لا هذا هاي يعني حق هذا ولا دليل سنايا أما عرب أما عجب هذا أدي فلي تهاي عرب كحوجا يا لكن هذا يسحو جدوى بدل ما تايب ويكتك توتن كاشي خلاص المحل ده وركي هور ورسو ده فلا تاغن يحي ايا قاوة بنانا ديسك تاغ تاغن مركا ميتا كلاتو هربا انا سيدة ما استروحي تهي عداد شخصية قانع اسكون نقطة سيد قبدها سو كلا دو حد كسو طوريسا دور كل حاد يدور كتوتوبات برينا مركا ديما جهنم اللي يقودن بيسو هو يداس لان شالي يصور ده شي شالي نينك يدا مركو اشقينا ايو حيصور ده جزديد قبدود تدبا قبدود ولقيت مشقينين هدا إياه إيه إيه هو يعني إلهي كعب سنين إيه تهاي أو جب حقي كبده إذا أو مسكين تيجي بعرض وهاد سيني سي يا كعب سنين ما هبين كاس جبده سيس صوت هو رأسه جبر أو محلها إن عن أقارنه عربت إني حافظ أسك صوت تقول جي إيماته أو شقق أبو بلان سنين إني تتعرب كرهاته عربت الحكوية قلنا لأن إيه ده جورتي وحافظ ده جورتي حافظ ده نعكت هذا كجورتي إني أنا إيه تي ماذا مركز يسوع هذا يحيد هذا إن أم أحمد ميا إن غير كغير قبل هبل هاي قبل ده ذي الصوت ورت أنا جمر قبل ده إن شخصيا خاص وما أنا قبل ولا شيء ده ما جاء هذا مقلي أو جروب كن نقول جرت وح برشة ده أنا مرة بينا نشيله مركز سومالي إلهي كعب صدق مركز سوف يقول تري قبل دي الدور كنت تبغى تسك صوت وقت مجال دي يوم وحيران تهاي أسكر عي ماته مركز قف كي استور هذا كهر قف وحنا كيس كصوتورة دو لقى صوتورة دور ك سدح عفريت طب نادا لقى صوتورة وعمارين كدير دير أو كسهر جيد وسوق محمود سعيد وحلا صوتورة قف كاس ظهر كمركز لقى بحاي إلا همين كعشها مش السويا اللي السوداني وها دلني يروق الدين كل هاي بخاله ده هو سكو كده بخاله وحلاها دكان وهوسكو كده عد أوريركو سفر أبحين وقتك الله الإجازة ده اللي جري والعتي كده أنطي العتي يا لودي ده مرة نادعي عماروين كاسن وحي هاي عماروين دريشة ده هذا الباب وقليته لكن مراي ده هذا أذاك سيد الله صوت ورا معفان مركزة ميت يوم إيش مركلة صوت ورا تقني يعني ما جو جوين لكن ودريمي سقف كينو قرحي مركزة ماشي أسوق لسك سطوري سدلح دور تدوب الدور يعني إن هو يضع وحال وده هاي الجنة الجنة تحت أقدام الأمهات هديك وقدرينين أذو سن عبين أذو استلين إزدبر مقال ذو وين تهي ولالك هاد على جوك تد هدوه قدرينين إزدبر هدا أنت استلله نارك وطن بيسو شخصية تقانع سن مروا البويد بعد سن تهي ولقى أديجنا يا دلي دبت ولقى أديجنا يا وامر على وسينا يا كان كلنا نول كنا كلنا نولن إن هبرتي هديك عاد يرتهاي أوامر الصباحني هدا وين تهاي هدا هوي تهاي هدا قبر يرتهاي هدا هوي دي لجوك تد استرسي كقولينيسا هاي زدلي ما حسون عبيسا ما حسون دلي ما حسون رفاضني ما ح إلهي دم بأجاجليسا ما حنفت هذا عقابيسا نارك وطن بيسا كذا ولا كذا وأزدش السنة عبت عشان كذا سنة عبت هبار قبطي وحكود عينا مركيسد مركز شخصية قن أو قنوع إيه أو مرول بدت كحشميس وحشمت أنا إسك كلايري على يعني إسك كلايري أنا صو جربي عرفت واحد هذا أسأل المجرب ولا تسأل الطبيب أنا جي ويدي شخصيتك أنا أحسن وحركة يسا كوي أو هوست هذا كسوكرين أدي وحكي سوكرس أو أدي نروح كوشي أنا يعني وحاول احترام يسا إنه كايري هاي برو يبقى إنه كوكو برموس أو كوكو بربرتور بعد
يعني قفكو انا ده هديد لهم وبس الا انت عني كو اكتها شي كذا يا صاحبي يا حبيبتي الا انت عني كو اكتها انا ده هديد قدامك كسو شقيسة يا ماما يا شخصية القانعة ان هو يضع نصي نص كلام يلك ديكو ويلك الله هدلا يا بار نماذا اسكب بديي سيدا اني كو كالي او ان محلها ان والدك ان اجيدين ولالكا كالي وفهمي كرتا مركا هو يضع اللي حسديت سقال اي صور لشي إن أنا أنا اللي جود رمي هاي أنا عاد عاست أو عاس أنا أسكال سعر كرت مركا أردت هبل ولا عقتي سلور دافع يعطيك وحالة هاي يا ماما أنت أنا خاضة نساء يعني هذا هو الحق وحكو سهرتي شخصية قانعة عاداتها مركا اللي وصل دونته ومهر لقى بحيو شخصية ده كلام أقانو لكن سيدي إيه هنا قتل ما مدونا إن شاء الله لكن أنا يمد عن هيا آد كاجوانين يا مرة قصارى كودن بينيسو إن دت كان في صف واحد كانوا قناع يعني عشان شلي كل جود حق هذا عنين صح في صف واحد كانوا قناع اللي أنا حق كان عنين حوق لقى ما قادين هو يضع حق هذا قارت كذا قارت وكوهبارة و و و و سانو كيلا أولاد هذا كاجوينا عبسي من الوحى أو عبستي ل لمستقبل كقطالة وعبستي إينا كنت عيسدت ها نقول إنه أسكت أجنانا اللي هو أسكت أجنانا لازم يكون عندك بداية إلى نهاية بداية نهاية هذا الهانين وقت الغمامولة أو الغمامولة أو إن الغمامولة أي تهاي أجرت الدنيا إي وقت إن الغمامولين أي تهاي هذه مرة بالغمامولة أو ضدك كلا ما هكلا كلا دشنا الغمامولين ردتك كع شخصية أو حوشي جاي قاني عدا وددك كحدي كلا تدباتوين بدن 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 على كل ميسا مر هدا اللحي تمن سنة قارتي وبه شقل وغود دراي أول ورا بحصو شقي واسكو لمعته يعني مسؤولة نفط هذا كتاي قف مسؤولية ذا تاي قري سلام يدا الغود دري ريال لقى هذا دري وبحس الدور كل حاد أما الدور كتطبع ذا قري سا أبو قري قفريو أو سيجار إيه أما جات كاسو جايو أما هدو بلود اللي هين قري قيلة كولا فري أما كقميص تي سودك أما جمعين سودك أما الحكاسي يقنعي هو أقولان أبهاس أنا سأقولي له هو إذا سهو أقولان هو إذا حقي كقولي هذا هذا يتمنع نوب ده شيء ولالك أقول في حق كقولي هسينس هو إذا في حق كقولي هسينس هذه هو هذا مهلكه هذه هو هذا هيسو هذه النفط هذا ودتال شخصية دقانة عدا على هذا العيا فيديو حصل دوا يا إني ضد بدن أنا يجو أنا قاطان يعني وحياه بدن الصومري أو إيه إني خبرتي إذا هذا وأنكو هبارايا وأنكو يلايا المهكة لأي واحد أغا قاعد كريم وكاس واحد ما أغا قاعد كرتو أنا وإيغا قاعد كرتو مكا قبدها حتى لبدي قبدوت عن منا شيء كذا قوم مقالي أو هذا قوم هذا كبحة إلا مدى كلاني هذا إلا هذا قوم هذا يكو جرتو إسلا ساعة داس أو حادث كدعي عاني قلي صوع لأن قبدها سهربتيني قرقي يجي ماتو أو شخد إي آديس إي كرعب أنا مركاس واحد دقنين جدو حوابي دقنين يدا أنا مركز ومركي جورتان كل شيء جاي وهاي تقريبا هتصدح السنة يحوجا يكون مكجورتان يعني محي استفيده لبكاس يا إسكالي ما أنت إسبتالي تعلى كوم مكجورتان وده بعدين سنتهاي بين الحي والموذي وده حيسا أما لما شيء نلول تي كلام هو يك قاعدي وين الجمان تاعي متى كلام وربو وربو تان كلام فيو بقولوا هذا كم صعنيس قاري على كل ريحايا وحاسو ده بعدين حيس هو جيس نيسا قف أبي يقول لحد هذه اللي حد قبوا هو يأذو لحد هذه اللي حد قبوا أباها كعلم ويسي هو يأذو يقول لحد هذا قال حد قبوا وصو شقيني يسي طلبات كذا تحت أمر كله ويسي ولا حتى أوكينيس سعودي أربي يوقف كان شقيين وحكو شقيا سدح بقول دولار وحكو شقيا واسقنا نرجع قبل ده وحكو كنتو تقول له في حقها ده توح أركي ويوم ها أركي وح يقول ويسكو قدر لهيد حفايد ديك بشوي ما رايك وقدر ما يتقول دي داي يعني وحاس حق ميا بالله عليكم وحليك الشيكية ما أنا عنده هيك قارك مركا هو يوم كسو مريت وحلاه هاي قبله هنا هدولينينا دول اللي كيدين كأو تريسين جمعي هادو حد كي سنة أقاسمها أو عفماتك أو كهد لاي لما قبله تقول لي حيتو من جرء سو ماليو وكهد لاي فيديو إنا سوقة تربي مرة وحزني فيديو بس على وش أيق حنوته من منه حجر تاع اللحية طبعا منه حجر تاع الطبيعي طبعا إنه ساسيرة عمرنا يعني مدي يريض على ما تي
waxa laga helayaa kaaga daran waxa laga helay hepatitis waxa laga helay TB waxa laga helay way xanuunsaneed midda weyn siday midda yar u ogaato yar fiidiyoga markaa fiirsada qalbiga ay xanuun fiidiyoga markaa fiirsaday ma ogi dadka kala meela qabaan laakiin ani markii aan maqlo wax weyni gabar ku saabsan qalbiga ay kala go'o yani طفولadeedina waa soo xasuustaa dadka dhan waxa u maleeyaa inay shakhsiyad qaani ay yihiin wallahi fiidiyoga markaa dhageysto uu ka hadlayo u dhahay uu khudbeynayo khudbada waxaan ku soo gabagabeynayaa habka daroogada ay ka maraysa muqdisho dhibka jira fiire allaah ay saamaxum dadkii isaab u ahaay waxaas gabadha 16 sano jirtaa dhimatay midda 17 sano jirto way baxday waxay soo durtay bidad bitadiin ay soo durto dhahay hurday seexato yani inaan adduunyada ismoogaysiisay rabtaa wuxuu dhahay waxa laga kicin waayo hurdada gabadhii kalena way dhimatay meeshii ugu dhimatay laba isla dhasheen aabbahooda ay maadaal wiir wuxuu dhahay oo faa'iido ma lahan kuwan liiday tagi jireen liidayaa baday gabadhahaas liidayaa baday maxay tahay bulshada soomaaliyeed waxa ku faafay marka waxaasoo kale aabbayaashaasoo kale oo saas u yaala markaa maqlo iyo hooyaasha anaxiyin markaa maqlo oo gabdhahooda doorka todobaad doorka sideedaad iska soo tuura wallaahi billaahi waxaa idan dhahay waxaan noqdaa halkaas laga qabta halkaas kadib ay qabato dhuunta laga istaaga diktoorkii ama agaasimihii oo hadlaya markaa maqlay bismillaahi raxmaan raxiim qalbiga ay kala go'ay gabadhii 16 sano dhahayd waa dhimatay tii kale inay adduunyada ismoogaysiisa way baxday cirbada isa soo durtay aidisa laga helay labadoodiba yaa qey maxaa waaye gabdhaha soomaaliyeed waxaa kale ku waaninaya oo rabaa inuu video ku soo daro waxa la dhaho ninkaa guursanaysid iska baar wallaahi bacda annaga bacda afartamiye wixii ka dambeeyo wallaahi waxaan leeyahay nin ha iska baarin in adeerka xataa ha noqday ha isku guursanin 16 jir aidis laga helooya eeda hadii xayaa maxay tahay soomaaliya waxaanu ku dhacay waa rafaadnay kii hooyo haystana hooyadii aa bahdilaysay iyo aabihii aa bahdilayo war sacuudi arabiya waxa qisooyin maad sadiguun soomaaliya dhibi rafaada aga soo cararnay annagoo ilmayna soo qaxiyeen haddii ku yareeraayo joogeen saanaa loo galayaa 16 sano gabar jirto aidis laga helay le aidis si kale kuma taga dhiiggeyga haddaan kuugu shubo casiirka aidis kuguma dhahayo fursada aa ku cadaysatid afkayga candhuufta carabkayga kasoo baxayso dab waaye carabkayga maada subxaana allah ilaahay saaray cuntada haddaan kula cuno aidis kuguma dhacayo haddaan lacag la qabo isu tagaa laga helaa yacni gabar 16 jir yacni nafteeda inay badbaadsato ama wax ay cunto quud inay cunto ay maxaa lahaa ugu dhacay aidiska isku taga bas galmada bas uu ka imaadaa wax kale aidis ma ku ridi karin dhiiggeyga haddaan ku miro cuntada kugu daro aidis kuguma dhacayo candhuufta furshada haddaan kula isticmaalo aidis kuguma dhacayo raashinaa soo reebta haddaa cuno oo aidis qabtid aidis kuguma dhacayo 16 jir maxaa aidis u geeyay soomaaliya 16 yearsay jirtaa u dhahdeen midda weyna 17 yearas markaasaa hurdada laga kicin waa la qaaday middii kalena tanna meyday noqotay aabihii wuu imaada afku furtay qayla dhaan waa waray galiiday kusoo tuntaan gabadhaada 16 sano jir aaba maxaa u geeyey liido maxaa u geeyey adaa u geysay soomaaliya aas wacyi gelino markaa youtube soo fariisatid waxaan jirnaa ka hadlinaa baraa qaylinayo ragga soomaalida caynaayo ragga soomaalida in la caaya ma aha ragga soomaalida dhibka jiro waxa maanta daba dhigay gaajada iyo dagaalkaan oo keenay qurbaha waa lagu dhibaataysay war ajnabiga ku dhibaatay inaan inaa iska celisid waa marka maanta dhowr meelaa soo taataabtay gabdhahaas isdileen sababtay isku dileen ama waa shaksiyad qaanica ama waa laga xoog badiyey gabdhahaas istuuraayo oo jajabsan midna kooma ku jirto midna hadda jajabsan way nooshahay laakiin fi lmustaqbal ha muumalayna inay wax qabsan karto ha isdilin ha noqonin qaanica ha noqonin dadka inay kugu kor socdaan dadka yaac iska dheh midda dhahayso aniga waa baxaya waa soo tumanaya cashaan aabeha jidkiisku igu dhaafay naan guriga soomaaliyeed oo kaleeta galee qadaame ka noqo intuu nin yurub ka imaaday ama qof soomaaliya ku dhex jiro ka imaaday uu ku dhihi lahay been inta kuu sheego ku guursado ha isku guursanina nimanka soomaalida idinkoo iska baarin 16 jir aidis qabta agaasimaanbarku dhahay halkaas ay xanuunta halkaas
halkaas laba saacadood waxa siiga ah waan naxay tii kalena meesha laga qaaday cirbadaysa soo durtay daroogada soomaaliya taalana darooga ma aha waxa jiibaana lagu soo dhexdaayay marka goormay guul la gaaraa goormay dowlad la noqonaa madaxweynihii oo isleedahayn markaas waa toosan yahay waa u jeedin waa laga xoog badinaa waa la iskugu tagayaa xasan anoon soo koray ilaahay qeyr ha u dambeysiiyey marka soomaaliya walaahi billaahi caloosha caloosha banaanka naga taal haddaa dhimanana ma aragta xusuna uwataa dhibana kulligeen xusun xusun guriga ama hooyaha kugu bilaawda ama aabaha kugu bilaaba ama min atufuula ha ku qabsato ama qurbaha kugu qabsado ama waa kana gabadhan 16 jirkoo kaleeta ahaa ama sacuudi kaga qadaamay yar rafaad sar iskala soo tuur mar soomaaliya waa la rafaadsan yahay ummadii hay iswacyigelinno aa isku soo cararno ilaahay inuu nu soo cararo ma ahan faraha ka baxsanahay tafaxa lkayl marka insha allah maanta waxaa kusoo gabagabeynayaa ilaa 20 daqiiqa hadlu yaa malaynaya xusuun yar hadduu iqabto cunahay kale ku ahay waxaa kusoo gabagabeynayaa shaqsiyadda qanuucada inaadan ahaanin oo dadka xuduud iskaga yeeshid oo dadka la dhaqantid bima fiy axsan ah ula dhaqantid hooyo hadday tahay aabba hadday tahay laakiin hadda aabbayaasha jiraan iyo hooyaasha jiraan naadiran 200 oo aabbe ama 200 oo hooyo laga helay hooyo soomaali oo maasha allah isku toosan soomaaliya ilaahay aan ka cabsano aan isku naxariisan owlaadii hala soo dhaweeyey wiilashii hala soo dhaweeyey maanta dhan wiilka qurbaha ka shaqeynaya oo keen tal u haya maan dhul u gad siduu waddankiisa ugu soo noqdo wax yar u gad oo basiiba yar u gad xataa meel ruuc boos eh maahane lacagta keligaa isku gudinaysid maaha wiilka duu qanuuc yahay haddii gabadhii qanuucad tahay ee sacuudi arabiya qadaamo rafaad kusoo shaqeynaysa lacagta keliga ayay kugu fiicnaanin gabadhiyay qanuucadda eh nolosha iska gaar wallaahi adduunya le wax la isugu yahay aniga adiga hadda intaas la hadlayna le wax sunnahay cunuga hadda iga soo baxaya anigaasa wax isku manihin aniga aabahay wax isku manihin aniga hooyaday wax isku manihin aakhiro nin walbo kitaabkaada aa ku mashquulsan tahay iyo warqadaada ilaahuna muuti yaa la taagan yahay istikfaarka aan badinno aan ducaysanno intii naga dhimatay ilaahay aa u naxariisto maanta qaybtii labaad aan kusoo gabagabeynayay shaqsiyadda qanuucada labadaas gabdhoodo isa soo tuureen sacuudi arabiya iyo anigii naftayda xoogaa idinkaga taataabtay iyo labadaas walaalaha oo rafaadsan aan kusoo qaatay insha allah shaqsiyadaha kalean geli doonaa maalintii ciil iyo xusuna la dhammaystiri waaye caalamkii oo dhan qof walba wuxuu iska noqday anaani ilaahay anaaninimadaana naga bixiyo maasha allah tabaarakallah salaata rasuulillah ilaahay hooyooyin raxmad leh oo ilmahoodii ilmahay dhaleen iyo haddii cumrigaasna gaarsiiyey ilmahay sii dhaleen u naxariisto allah naga dhigo qudwada dhibka soomaali haysto qudwada dhan aaga naga hadlaysan qudwada dhan ama madaxa noqoto ama waalid ha noqdo ilaa waalid naadir naadir eh marka insha allah waxaa idin leeyahay nolol fiican ku noolaada rajo fiican hala yeeshto niyada hala dhisto gabdhaha isku baraarujinaya inay isdilaanna waxaan leeyahay naara idin dambaysa isdilin inta isdil leh dad islaameed la noolo hooyadaas hadday ku dhibtay aabbahaas iskaga tag laa yukallifu llaha nafsan ilaa wuscaha laa ma kasabadu caleyha maktasabad ha isdhibinoo nafta ha iska qaadinoo balaayo qoorta ha gashaninoo aakhira qabri cariiri ha ku sugaayo marka insha allah nolol fiican aan ku noolaana kusoo gabagabeynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh